نيجي بقى لفكرة ان انت لما يكون صديقك ساري من اثرياء، من اهم واكبر اثرياء العالم، وتكون انت داخل انتخابات، فيقوم علشان يدعمك يدي جايزة برقم رهيب علشان انت تفوز وتحسم السباق الرئاسي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ايلون ماسك قرر ان هو يدعم جدا 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 صديقه دونالد ترامب، ويعرض مليون دولار لكل الناس اللي هتروح ترشح او تختار ترامب في الانتخابات. لا، كل يوم كل يوم كل يوم واحد كل كل يوم في يوم. واحد كل يوم مليون دولار. الفكره في ايه؟ ان انا بس عايزه ارد على الشخصيات اللي موجوده في مصر اللي كانت بتتريق على فكره الناس اللي قدام اللي جنب بيدوا حاجه والناس والكلام ده كله. في امريكا اكبر البلاد حريه وانتخابات، واحد طالع بيعلنها رسمي ان هو يدي كل يوم مليون دولار لأي حد هيرشح ترامب. هذا هو استغلال المادة الفلوس في الانتخابات، يعني بمنتهى الصراحة، بمنتهى وبمنتهى القوة ومنتهى العلنية، بيقولك مليون دولار كل يوم لواحد من بس يعني الشخصيات اللي هتنتخب دونالد ترامب. أيوة، بغض فمتخيلين النظر كم من الناس اللي هذه هتيجي؟ طريقة غير عادلة، هذه طريقة غير طبعا إنسانية. لما أنا أكون بحشد الناخبين عن طريق إن أنا دي رشوة فلوس، بدفع فلوس واتبرع ب 75 مليون دولار علشان سهير، انا الفكره حد في ايه؟ يفوز في الانتخابات، الفكره دي عندي رشوة يعني طبيعي، واضحة بس علنية. بتحصل فين؟ بتحصل في بلد الديمقراطيه والانتخاب الالكتروني وان كل واحد ليه حق الفوت وصوتك مسموع والكلام ده كله. كل ده بيحصل في امريكا. مليون دولار يوميا لاي لواحد هينزل عليه المسابقه في ان هو راح يختار دونالد ترامب. متوقعين كم واحد هيروح على امل انه يكسب المليون دولار؟ ايوه، بس هل الحيله دي غير قانونيه وغير انسانيه وغير اخلاقيه؟ احنا دي اتعلمنا حيلة بقى خلاص ان يعني كل حاجه ممكن لا لا تتظبط في امريكا. لا يعني المفروض ان هم بيصدروا فكره الحريه وحقوق الانسان و و و المفروض يكونوا هم اول ناس بيطبقوه، لكن هم بيصدروا حاجه وبيعملوا حاجه تانية. دي اللي اتعمل ده كارثه بكل المقاييس، اقعدي انت بقى من قانونيا هنا للصبح واخلاقيا قولي كده، وانسانيا. انا معاكي انت بتتكلمي صح تماما، بس اقعدي قولي كده من الصبح. هم بيتفاخروا، نزل اعلان رسمي وصريح وقال ماسك طلع وقال الكلام ده وكتبها على اكس. يعني الموضوع هم مش فارق معاهم فكره الشفافيه والحقيقه ومن حق كل انسان ان هو صوت. قال لك مليون دولار، مليون دولار يوميا فاضل 75 يوم، يعني 75 مليون دولار. هم بالنسبة لماسك ولا شيء، ممكن يبقوا زي 75,000 جنيه عندنا مثلا، لكن الفكرة نفسها ما زلت بقول إنها غير أخلاقية، غير قانونية، غير إنسانية، وخلاص يعني إنها أمريكا فتفعل ما تشاء، أو أن المادة تفعل ما تشاء، ولكن هذا عمل غير أخلاقي. معنى كده إن أمريكا مش أحسن من أي دولة تانية عندها نفس الأفكار بالطريقة دي وعندها نفس الطريقة. هم نبطل فكرة عقدة الخواجة. أيوة، لا بس لا، ده مش معنى إن في دولة بتشي علني أنا إن هو ده يبقى منطق ومبدأ. مش فهماني، أنا مش بقول ده منطق، لكن أنا بقول إن إحنا دايما شايفين إن هم أحسن. لا، فكرة هم إن هم مين أحسن شايف إن هم اتلغت، أحسن؟ هم لا، هم مش مش أحسن في أي أحسن. حاجة. لا طبعا، أحسن في إيه بس يعني؟ هي دي النقطة. غلط اللي بيعملوه، بس دايما عندنا العقدة إن هم لا هم مش أحسن. هم عندهم تجاوزات خطيرة جدا 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 في مجتمعهم، ومجتمعهم هيعاني من التجاوزات دي sooner or later.